بسم الله الرحمن الرحيم. التوجيهات الدينية من العتبتين المقدستين. نهنئ الإمام صاحب الأمر والزمان، عجل الله تعالى فرجه الشريف ومراجع الدين العظام والأمة الإسلامية بحلول عيد الأضحى المبارك. جعله الله رحمة ومغفرة وبركة للجميع، وبالخصوص زوار سيد الشهداء وأخيه أبي الفضل العباس عليهما السلام، إنه سميع مجيب. هذه الليلة من الليالي المباركة العظيمة، فيها تفتح أبواب السماء ويستجاب فيها الدعاء، ويستحب إحياؤها بالتهجد والعبادة والانقطاع إلى الله تعالى. فقد روي عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله أنه قال: من أحيا ليلة العيد لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. وإن أمير المؤمنين صلوات الله عليه كان يعجبه أن يفرغ المرء نفسه 4 ليال في السنة، منها ليلة عيد الأضحى. ومن أهم الأعمال فيها وفي يومها الغسل وزيارة الإمام الحسين عليه السلام، لما روي عن الإمام الصادق صلوات الله عليه أنه قال: من زار الحسين صلوات الله عليه ليلة من 3 ليال غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال الراوي: قلت: أي الليالي جعلت فداك؟ قال: ليلة الفطر وليلة الأضحى وليلة النصف من شعبان. وأما ما ورد من أعمال يوم غد الأول من عيد الأضحى المبارك، ففيه العديد من المستحبات، منها الغسل وصلاة العيد وزيارة الإمام الحسين عليه السلام والأضحية، وهي سنة مؤكدة، ففيها مواساة للفقير والمحروم وصلة الأرحام وتكريم الجار. ومن الأعمال المستحبة أيضا قراءة دعاء الندبة، وذلك لطلب تعجيل الفرج. والآن ما هي إلا لحظات لحين الأذان، ارفعوا الأيدي على الرؤوس ورددوا الدعاء معا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة.